وإذا حول هذا الموضوع العراقي ينضم إلي هاتفيا درغام زيدي مدير وكالة المدائن 24 الإخبارية. سيد درغام أهلا بك ومرحبا على شاشتنا. إذا إلى أين تتجه العمليات في العراق؟ هل أوشكنا على انتهاء العمليات في عدد من المحافظات وبالتالي تراجع التنظيم الإرهابي؟ هل أصبحنا قاب قوسين أو أدنى حسب ما أفهم من الأخبار الواردة من العراق؟ تحية لك يا زميلي العزيز والمشاهدين الكرام. سيد الكريم، هذه اللعبة لا يراد لها أن تنتهي في الوقت الحاضر، حيث أنها تسعى إلى تدمير مدن بأكملها كما شاهدتم وكما ذكر الزميل العزيز التقرير من العراق. أن الموصل أصبحت مدينة أشباح، أصبحت مساواة بالأرض. الآن نفس الخطة ونفس الأخطاء ونفس الاستراتيجية تتبع في تل أعصار، حيث أن القصف الجوي بدأ دون مراعاة أن وجود المدنيين في المنظمات العنسية، غضت الطرف أو تهاونت بالدماء التي لا زالت الجثث تحت أنقاض مدينة الموصل، خصوصا الساحل الأيمن. أو يعني حضرتك بتتحدث عن سياسة أرض محروقة؟ نعم سيد الكريم، يتم تدمير كل شيء. استراتيجية ذكرناها على قناتكم الموقرة عندما بدأت عمليات الموصل وخصوصا الجانب الأيمن، ساحل الأيمن. قلنا أن يجب أن تكون هناك استراتيجية عسكرية، أولا إنزال جوي خلف قطاعات العدو، ثانيا فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين ومحاولة يستطيعون إخراجه، وبدء المدينة بعمليات عسكرية، حرب شوارع كما قلنا وكما هو معمول به في مثل هكذا ظروف. لكن نرى أن الخطأ يتكرر بقصف جوي وقصف مدفعي ونصر لا يكون إلا على حساب دماء العراقيين. نصر هو وهمي، مجرد قتل كم داعشي حينما أطلقت الحكومة العراقية على لسان رئيس الوزراء بدء العمليات بالموصل وبعدها في تل أعصار. هناك عدد كبير من القادة الدواعش الذين هم أساس بؤرة هذا الإرهاب، خرجوا إلى الرقة وغير الرقة في سوريا وخرجوا إلى إيران وغير إيران، ما تبقى هم مدنيين ساندوا داعش لعدة أسباب، منها أسباب أيديولوجية وفكرية ومنها أسباب الضغط النفسي والتزمت الحكومي الشيعي ضد هذه الطائفة أو تلك. لذلك المتبقين هم لا خيار لهم سوى الموت. إن سلموا رئيس الوزراء هم يسلمون نفسهم لشيء أسوأ من القتل، التمثيل والتعذيب، ورأينا الفيديوهات حتى يضعون تحت شرف الدبابات ليمثلوا بهم. إذن القتال حتى الموت هو ديدن هذا التنظيم الإرهابي، وسياسة الأرض المحروقة للأسف ديدن هذه الحكومة. طيب إذا كان الوضع هكذا، دعنا نقيم المسؤوليات. هناك مسؤولية للقوات الدولية الأمريكية، وهناك مسؤولية أيضا للقوات العراقية والحكومة العراقية. ماذا هنا وماذا هنا؟ يعني أعتقد أنه المسألة مشتركة للغاية، لكن هكذا أنت تحمل الحكومة العراقية بالأساس الهم أو الذنب الأكبر. سيدي الكريم، لنرجع سريعا على التاريخ الحديث، حينما قصفت امريكا تحرير الكويت دخلت الى بغداد طائراتها وقصفت الجسور والبنى التحتيه والكهرباء بمجرد، والجيش العراقي في انسحاب من الكويت، لكن الضربات هي علينا نحن المدنيين في بغداد، دمرت الجسور والبنى التحتيه. في عام 2003 الجيش العراقي كان منهار ولم يكن لديه سلاح، لا سلاح نووي وكيميائي ولا غير هذا، ولا سلاح يصل الى عمق المدن التي دخل منها الاحتلال. ايوه، اخذ كل هذا والقيه على كتفي وظهر من؟ يعني دعنا نلقي المسؤوليه، دعنا نوجهها، لانه الامر جد خطير الذي تتحدث فيه سيد درغام. نعم، قوات الاحتلال هي المسؤول الاول على قتل المدنيين وتدمير البنى التحتيه، ان لم يكن بطائراتها فبالميليشيات التي سمحت لها بالتدخل والدخول، وبالجيش العراقي الجديد، ليس الجيش العراقي القديم الذي دربته على اساس على من هي الميليشيات؟ انت
أنت تتحدث عن القوات الرسمية العراقية أي ما يكون، يعني هم الآن تابعين للدولة العراقية. سيد الكريم، البيشمركة تعتبر ميليشيات تأخذ ميزانية من الدولة لكنها لا تأتمر بأمر الدولة. هؤلاء الأكراد نعم يعني الآن يأخذ ميزانيته، أيضا يأخذ الميزانية من الدولة، وأيضا يأتمر بالظاهر هو مؤسسة حكومية لكن لا يأتمر بأمر رئيس الوزراء، يأتمر بأمر قادتها، قادته تأتمر بأمر علي خامنئي المرشد الأعلى لإيران. إذا هل هذه قوات رسمية؟ لا تعتبر قوات رسمية. هل حينما منعت من التدخل في الموصل هل امتثلت لأوامر رئيس الوزراء أم فرضت عليه؟ بالطبع فرضت عليه، والآن في تل أقصر أيضا فرضت وجودها على لسان قادتها أننا باقون وأننا من سيحرر تل أقصر. تحرير تل أقصر كتحرير الموصل والرمادي هو بالقصف والعشوائي وقتل المدنيين وتدمير الأرض. يعني الحل هناك في طهران؟ نعم سيدي الكريم، الحل من طهران، وطهران تطلب سارات ثمان سنين الحرب ضدها، تطلب سارات من العراقيين، وخصوصا ان تل أقصر يقع في مجالين، مجال شيعي ومجال سني. نعم. فهي تريد تدمير الاخر المقابل لكي تغير ديموغرافيا في هذه المدن. شكرا جزيلا لك درغام الزيدي، مدير وكاله المدائن 24 الاخباريه.